النتيجة الإيجابية اللي عندنا بها من تلمسان، خاصة من الناحية النفسية. ننظم الفريق الدربنا الأسبوع فيها أجواء رائعة جدا، يعني فيها الحيوية، ومن الناحية النفسية الفريق شوية تحرر. نوجدوا المقابلة صعيبة لأن الفريق الخصم فريق جريح، وربما يلعب أوراق الأخيرة في الجولات هذه، ربما يحوس يجي باش يدير ديكليك هنا في مقرى. الحمد لله رجعنا من النقطة هذه، هي الحمد لله كانت لنا في الأعلى الجانب المعنوي، المعنويات على بين شوية راهم الحمد لله في المستوى. مقابلة تاع سكيكدا راهي صعبة كثير، ما ننسوش بلي راهم تحتنا 3 نقاط، احنا ومباراة في ملعبنا.